صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، فإن شبابنا وفتياتنا هم عدة المستقبل ومعقد الأمل في النهوض بأمتنا والخروج بها من التخلف والتقهقر إلى التقدم والرقي، إذا تم تربيتهم على الإيمان الصادق والنفس الفاضلة والخلق السامي النبيل. والشاب لديه شعور حي، وإيقاظ هذا الشعور يدفع شبابنا إلى الزود عن كرامة وطنه والجد في استرداد مجدها الغائب وحماية دينها وأرضها واستخراج كنوزها المغيبة. وبعد، فمع كلمة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عن هذا الموضوع، وهو موضوع الشباب بعد الثورة، فليتفضل مشكورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه الكريم وحده لا شريك له، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئًا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أولًا، أنا سعيد بهذا اللقاء سعادة خاصة، لأنه لقاء تم ترتيبه على عجالة. وعادة أنا أعرف من خلال الكثير جداً من الأحداث ومن اللقاءات أن اللقاءات التي يتم ترتيبها بسهولة وعلى عجالة وببساطة تخرج أجمل وتخرج تلقائية أكثر. لذلك أنا سعيد جدا. لو ممكن نخفض الصوت شوية لو سمحت، عشان الصفارة دي بس. فالحقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير، وخصوصا في هذه المدينة الكريمة التي كان لي معها ذكريات كريمة طيبة. أيها الإخوة، ما رأيكم لو اتفقنا على شيء أنا أردده دائماً ولكني أقوله هنا لأول مرة، وهو أنه يجب أن نترك كأمة يجب أن نترك الشعور بأن لقاءً كهذا اللقاء فيه متحدث واحد وكل الناس سامعون محاضرة. ما رأيكم لو أننا بدلاً من هذا اتفقنا على الشعور بأننا في مؤتمر نستمع لكي نتخذ قرارات، لكي نبلور فكرنا؟ وصدقوني، هذا من ضمن الأسباب الأساسية أو الفوارق الأساسية بين ما يسمونه العالم الثالث وبين العالم الأول. العالم الثالث المستمع فيه جزء كبير من انتباهه وتركيزه يذهب إلى أنه مجرد متلقي للفكرة، وأنه ليس مطلوباً منه شيء بشأنها. لذلك أرجو أن نستعد نفسياً في بداية هذا الحديث إلى أن نتفق أننا نريد اليوم أن نصل إلى قرارات في شؤوننا. ليه أنا بقول كده؟ لأن الأحداث الأخيرة اللي هي أحداث 25 يناير وما بعدها، فجأة أصبح الأصل، طبعاً في مخاطر فظيعة، إنما الأصل أن قرار الناس أصبح بأيديها، وإنه فجأة تملك، لا أقول الشباب وحدهم لكن حتى الناس العادية، إنما خلينا نقول الشباب، تملك الشباب القدرة على أنهم إذا اتفقوا على شيء ينزلون إلى الميادين ويفرضون هذا الشيء. دي مسألة والد حضرتك وجدك وأبو جدك وجد جدك لم يمروا بهذه المرحلة. أنتم اليوم
في لحظة تاريخية غير عادية فعلا لم تمر، يعني لم يشعر الإنسان أبدا وهو يمشي في الطرقات، لا هو ولا أبوه ولا جده ولا جد جده، أنه أصبح الناس عندهم هذا البعد، أنه علينا أن نفرض كذا. وفجأة بقدر الله أصبح حضرتك دلوقتي قاعد كأنك على موعد مع قدر الله عز وجل، أنك تستطيع إذا ما قررت الأمة أو قرر الناس شيئا يفرض. هذا البعد الجديد ممكن إحنا لأن إحنا مش معدين ومش مجهزين كفاية إن إحنا نعرف نعمله، إحنا اللي نبوظه، إحنا اللي نفسده تماما. ويفسد بأيدينا. انظروا بقى ماذا يقول الله عز وجل. آية ليس فيها إلا خمس كلمات فقط، جزء من الآية ليس فيه إلا خمس كلمات، لكن يجمع بين إن اللحظة التي يصبح قرارك فيها في يدك هي نفس اللحظة التي هي قمة رقابة الله عليك. يقول تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف في الأرض هي اللحظة التي يقول لك الله عز وجل إن نظره إليك في هذه اللحظة هو نظر مش لينظر ماذا تفعلون، مش لينظر ماذا، لينظر كيف هتشتغل، ازاي هتعمل ايه، دي قضية تانية، انما هتشتغل ازاي. لذلك نحن الان في قمة هذه اللحظة. اللي يفرق بين الكلمتين الاولانيين والكلمتين التانيين حرف الفاء اللي كل الناس بيسموه حرف للترتيب وللتعقيب فورا. ويستخلفكم في الأرض، وهي الآية أولها إيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فبمجرد أن تقع قدرة البشر على أنهم يسيروا أمورهم بأنفسهم يقع فورا تحت رقابة دقيقة من الله عز وجل لفعله. وإحنا أمة شعب، أنا عايز أزعلكم، أنا النهاردة مش عايزكم تتبسطوا، أنا جاي عشان أزعلكم، ربنا يوفق. الشعب بتاعنا ده شعب غلبان قوي، ما ينفعش. طيب كده ما ينفعش يستمر كده، يبقى في مثلا سرقة ونهب وقتل ودم ومظالم و و و و و و ويطلع حسني مبارك يوم 1 فبراير الخطاب اللي قال فيه انا عايز اعيش في مصر واموت في مصر كان هيقلب الدنيا خلاص. ايه ده؟ الناس تعيط على راي اخونا. ناس يعيطوا ويقولوا له خلاص اسفين يا ريس. ايه ده؟ الى هذه الدرجه هذا الشعب لا الدماء ولا الاموال ولا السرقات ولا الحقوق ولا السجن ولا المظالم ولا 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 استطاعت أن تجعله محكماً علشان خطاب فيه نبرة. وعلى فكرة دي مش أول مرة، في 67 جمال عبد الناصر خلى الدولة دي سحقت، بقينا خارجين من مش هزيمة من سحق عسكري. البلد ما بقاش فيها طيارة ورق بتطير في الجو، سحقت مصر. ومع ذلك طلع برضه في خطابه برضه بالليل وبرضه في التلفزيون وبرضه للناس قال لهم نفس الكلمتين، قال لهم انا مستعد اتحمل المسؤوليه واتنحى عن جميع المناصب اللي انا فيها. خرج الشعب في الشوارع قالوا لا اوعى تسيبنا، اعمل معروف احنا عايزينك تستمر معانا. فلما قبل وقف نواب مجلس الشعب، مش طلبة جامعة بقى ولا حتى تلاميذ في إعدادي، وقفوا فوق المقاعد بأحذيتهم يرقصوا رقص، والتلفزيون صورهم فرحا بانه خلاص الحمد لله الراجل قبل ان يعود الى الشعب. فاحنا اولاد هذه الاجيال اللي ما بتحكمش امرها، ما بتضبطش الحال. اذا اردنا ان نعيش بهذه الصوره باستمرار
هيطلع حضراتكم كجيل قادم زي الجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله، الناس اللي ما بيحكموش حاجة أبدا. ونفضل خدما وعالم ثالث، ونفضل احنا تبع، ويفضل السيد الامريكي والسيد الانجليزي والسيد الفرنساوي، وتمشي اي حته في الدنيا تلاقي حضرتك شخصيه مهزوزه. وانا شفت الناس بره بيبقى شكلهم ايه؟ جايز يبقى شخصيه مهزوزه قدام، وتلاقي بقى ايه اللي بيحصل؟ تسافر بره فاتح بقك ومنبهر ومندهش ومستشعر ان انت يا ريت ربنا يكرمك وتعرف تبقى شبه الناس دول. ولما هم يجوا هنا يمشوا في الشارع تبقى برضو انت الذي يفتح فمه ويندهش ويبقى متاثر بيهم وشخصياته تنمحي. انظر في المقابل الى ديننا ماذا يقول، عشان تعرفوا يا اخواننا ان نحن نظرنا الى الدين نظرة سيئة جدا، اللي هي نظرة الوعظ والإرشاد، نظرة الخطبة المحركة، نظرة الحماسة. إنما الدين فيه نبي عليه الصلاة والسلام قوي، أستاذ، إمام، يعرف كيف يدير الأمور، فيقول لواحد أراد أن يخدعه، يقول له أنا لن أتركك، وأقولها لكم الأول بالبلدي وبعدين أقولها لكم باللغة العربية، قال له أنا مش هسيبك تروح كده تمسح دقنك كده تحك دقنك كده وتقول أما أنا ضحكت على محمد مرتين لغاية دلوقتي، قال له لن أتركك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. دقة، فطنة، واللي بيقرأ في كتب العقيدة يعرف أن الفطنة من شروط النبوات، من المواصفات الأساسية في أي نبي يرسله الله، الفطنة، أن يكون فطناً، منتبهاً، عاقلاً، عبقرياً، ذكياً، دقيقاً، مدققاً. إحنا اللي غلطانين، إحنا اللي غلابة، إحنا بنفهم الدين ما تعرفش بأي سلطان يا شباب بنزيف نزيف هذا الدين. وهضرب لكم أدق مثل، كلنا مبسوطين قوي 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 سعداء، وأنا كمان، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة، الناس قالوا له ماذا قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فنقعد نضرب المثل على السماحة طول عمرنا بهذا المعنى. ممكن بقى تقول لي بأي سلطان إلا سلطان الانحراف عن الدين؟ بأي سلطان بنذكر الجملة دي وما نذكرش بقية الجملة اللي قيلت في نفس اللحظة، في نفس الموقف، في نفس اليوم، في نفس الساعة، كأنها غير موجودة ولا يذكرها أحد لغاية ما ماتت، مع أنها بقيت الجملة. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم قال لأصحابه أما فلان وفلان 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 فيقتلون ولو تعلقوا بأسفال الكعبة. ليه؟ لأنهم من أكابر مجرمين، لأنهم الذين غدروا بعهد وقتلوا احدا. تعلم المسلم اذا ان يكون دقيقا وقافا، يعرف يدير اموره مش بالبلاهه، مش بالسذاجه، مش زي فيلم ناصر 56 اللي مطلعين ان رئيس الدوله بيخطب علشان يتخذ قرار بتاميم قناه السويس اللي دخل انجلترا وفرنسا واسرائيل واحتلوا تلت الارض المصريه، وهو بيقرأ الخطاب ليعلن القرار، ولسه مادة القرار جايبها له واحد بالموتوسيكل بالمكنة بيجري عشان يلحقه عشان يقدموا له، وقدموا له كده في الخطاب، فبص إليه فاطمأن وراح قايل. هو ده قرار دولة؟ قرار دولة اتخذ على الهوى بورقة تأتي قبل أن نعرف تفاصيل الأمور؟ وكانت النتيجة إن مصر احتلت ساعتها
تلت الارض المصريه، ولما امريكا ضغطت على الثلاثه انجلترا وفرنسا واسرائيل يخرجوا، خرجوا لكن فضلوا محتلين منطقه كامله من سيناء اسمها منطقه المضايق، وفضلوا محتلين سيناء 11 سنه. اسمعوا كده المفاجاه، مفيش ولا واحد من الشعب المصري بالكامل كان عارف ان بلده محتل 11 سنه. كلنا طرفين، كل العار يكلل رؤوسنا 11 سنه. لو حضرتك في الوقت ده خرجت في بعثه لنيل الدكتوراه تروح بلد كده، يقابلك واحد يهودي يقول لك ها يا محمد، النهارده 23 ديسمبر بتحتفلوا بعيد النصر مش كده؟ عيد النصر علينا. ايه رايك يا محمد ان انت طرطور وان بلدك انا محتلها بقالي 11 سنه وانت مغفل ما تعرفش خالص اصلا؟ والذي اعلن هذا الخبر كان هو نفسه جمال عبد الناصر في سبتمبر 67 بعد 11 سنه من الاحتلال. يا نهار ابيض، وما تستعملوش الانترنت، تعملوا ثوره وبس، خبطوا على الانترنت كده، طلعوا الهيئه العامه للاستعلامات خطب رئيس الجمهوريه، طلعوا سبتمبر 67 تلاقوا الكلام ده. فانا عايز اقول لحضراتكم انه هذا الشعب اذا فضل يستخلفه الله ويمن عليه بالنصر، وبعدين يفضل مغفل غير منتبه وغير محكم لأموره، بترجع الأمور تدور مرة تانية ويروض ويعود منكسر العنق من جديد. ولذلك أنا عايز نهاردة الحقيقة ونحن نتكلم عن آيات القرآن مطبقة في يومياتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم عن الأصنام كتاريخ، ده هو كان بيتكلم عن الأصنام في دار الأرقم، يفتح الباب يلاقي الأصنام في الشوارع، بيتكلم عن قضية. إنما أنا دلوقتي لو أتكلم عن أصنام أبقى إنسان غافل. ليه؟ بتكلم عن تاريخ قديم، حاجة ما في حد اليوم الأصنام هنا دلوقتي ما فيش، يمكن في بوذا، في البوذيين بيسجدوا لبوذا، انما ما اقدرش اجي اتكلم المصريين عن عباده الاصنام دلوقتي. انما احنا بنعمل كده، احنا بنتكلم الان عن الدين المعلب اللي موجود من ساعتها لغايه دلوقتي كما هو. انما علينا ان نعرف كيف ندير مجتمعنا ايها الاخوه. أنا عايز أضرب لحضراتكم مثل، لأن أنا زي ما اتفقت معاكم أنا أقصد، لو نقفل الباب ده أفضل علشان نعرف إيه. أنا الحقيقة بس كويس كده، خلاص لا كويس، كويس كده. أنا الحقيقة أقصد، أنا زي ما قلت لكم أنا شغلتي النهاردة فعلاً إن أنا عايز هذا الشباب يتوجع، مش عايز ألقي محاضرة. أنا عايز إنه نشعر، أنا نفسي نحس نفسي لما نروح البيت النهارده ما نعرفش ننام. اللي إحنا فيه ده إن إحنا بناخد الكلام الديني أو حتى الكلام في الأمور العامة على إنه محاضرة وهتمر، وأنا عندي بعد الظهر كذا وكذا، وثقافة والأمور مستمرة، ده خلانا ناخد الأمور على إنه نشاط ثقافي. ده مش نشاط ثقافي. أنا بقول لكم ده مؤتمر لازم نحس، يبقى عندنا إحساس، عندنا شعور، عندنا شعور بإن إحنا متوجعين ونريد أن نغير، لأنه الشباب بعد 25 يناير يعيش تحت هذا الشعار ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، كيف تعملون، هو ده الشعار، كيف تعملون. وهضرب لكم مثل بمعاهدة السلام اللي يعني معظم الناس متصوره، حتى الناس العاديين متصورين انه الزعل من معاهده السلام ده يعني حاجه زياده. معاهده السلام معناها ان كانت مصر واسرائيل بيتحاربوا، الحمد لله اتفقوا ان ما يكونش بينهم حرب وان يبقى في سلام بينهم، وماله احنا قدراتنا وامرنا لله وكده، وناس عايشه على هذا الاساس. لا، ده تغفيل. معاهدة السلام ما بتقولش كده. معاهدة السلام
انا طبعا بضرب بس بيها المثل ده، في جنبها اشياء ضخمه جدا. معاهده السلام فيها نصوص، وللمره الثانيه بقول لحضراتكم لا تستخدموا الانترنت في انكم تعملوا ثوره وبس، خشوا على معاهده السلام واقرأوا نصوصها علشان تفاجئوا ان معاهده السلام دي ادت بهذه البلد الى الانسحاق الكامل، لدرجه ان من ضمن نصوص معاهده السلام انا لو قومت كده مثلا 10 طالبات وعشر وعشر طلبة وكل واحد يقول لي ايه هي اهم حاجة في مصر، كل واحد هيقول حاجة، هنجمع في الاخر 20 بند انتوا شايفينه اهم حاجة. يعني مثلا واحد هيقول مثلا تعليم الاجيال، مثلا واحد هيقول مثلا الدين، واحد هيقول معرفش الثقافة، واحد هيقول الاقتصاد والمقاومات الاساسية. يعني ايه رأيكم لو فاجأتكم ان معاهدة السلام دي موجود فيها نص يتعلق بأي شيء مهم في البلد، لدرجة إن أي شيء مهم في البلد أنتوا مضيين بإيديكوا دي على إنه هو تحت سلطان إسرائيل. هضرب لكم مثل 12 زي ما الوقت كافي. نمرة 1، مناهج التعليم مثلا. في نص معاهدة السلام إنه لو ورد أي لفظ، أي كلمة صغيرة في أي كتاب من كتب التربية والتعليم أو في مناهج التعليم استشعرت منه إسرائيل إنها غير راضية عنه وأخبرت الحكومة المصرية، تلتزم الحكومة المصرية فوراً بإنها تشيله من مناهج التعليم فوراً. وإسرائيل مارست فعلاً هذا الدور. أنا بقول لحضراتكم، معلش أنا هقطع الكلام وأقول لكم كده، أنا بقول الكلام ده لأنه بسنة الله في الأعمار يمكن أنا أو جيلي نموت بكرة، إنما أنا بكلم جيل المفروض إنه لمدة عشرات السنين، مفترض بسنة الله في الأعمار مفترض إنه لمدة عشرات السنين هم الأمناء على عشرات السنين مستقبل البلد. فإذا ما فهمتوش هذا الكلام يبقى كأن حصل فجوة كاملة، الناس يتولدوا هو ده اللي بيراهنوا عليه، مش فاهمين حاجة وماشيين كل ما في الأمر الكليب بتاع فلان والشريط بتاع فلان والمباراة بتاعة فلان وخلاص. الشيء الثاني، إن أي فيلم سينمائي، أي كتاب تصدره وزارة الثقافة، أي مسرحية، أي مادة تلفزيونية، مسلسل، أي برنامج، أي منهج إعلامي أو ثقافي تعترض إسرائيل عليه تلتزم الحكومة المصرية بإيقافه فوراً. وأنا بقول لكم الكلام ده وكل واحد عنده في بيته حاجة يدق عليها تطلع له نص معاهدة السلام، مش حاجة مثلاً هتتعب في الوصول إليه، حاجة اللي بعد كده. أن خطب الجمعة، المواعظ الدينية، لو أي خطيب تجرأ وتكلم بشيء يتضمن شيئا تستشعر فيه إسرائيل أن فيه مش حظا تحبيذا، عارف يعني إيه تحبيذا؟ يعني والله مبسوط أنا إنك بتقول كده، بس كده تحبيذا على شيء يحض على كراهيه اسرائيل توقفه فورا. والاكثر من هذا، الشيء اللي انا الحقيقه يهمني جدا انكم تعرفوه، انك لو مسكت خريطه لمصر وشفت حدودها داير داير هتفاجئ باللي انا هقوله لك دلوقتي، وهو ان حدود مصر داير داير مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ يعني حكم حسني مبارك سايب جميع الحدود المصريه من جميع النواحي استراتيجيا سهل التحمل. ده بمقتضى معاهده السلام، كل ما يجوا يعملوا تعمير في سيناء مثلا انه يبني بيوت ويبقى فيه بشر وفي ناس، تعترض اسرائيل فيوقفوا مشروع المد العمراني فورا
لأن مطلوب إن سيناء تفضل فاضية. تفضل فاضية ليه؟ يقول لك عشان إسرائيل لو حابت تاخدها في أي وقت تقدر تاخدها. إيه ده؟ كده بصراحة ليه؟ وإحنا هنسيبها تاخدها ملناش رجالة هناك يدافعوا؟ لا ملناش. ملناش، ما هو طبقا لمعاهدة السلام ممنوع، أنت مالكش ولا عسكري قوات مسلحة واحد ممنوع تدخل قوات جيش في الشريط الحدودي بينك وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة اللي بيسموها إسرائيل. ممنوع بنص معاهدة السلام. إزاي؟ أمال الناس اللي على الحدود والمعبر مش عارف إيه ومعبر إيه؟ يقول لك دول شرطة. ممنوع وجود ضابط، مش ضابط، نفر قوات مسلحة واحد بالنص الصريح، مش يعني حاجة أنا مستنبطها، بالنص الصريح لمعاهدة السلام. وممنوع تبني مطارات عسكرية، وممنوع تحرك معدات عسكرية. وعلشان طب يا مولانا مش ممكن نعملها بطريقة سرية كده ونعدي وما ياخدوش بالنا؟ اوعى تفتكر ان المخابرات هي مخابراتهم هي اللي هتكتشفك. ده في قوات عسكرية، قوات عسكرية محتلة أرض سيناء، متواجدة على أرض سيناء، بلاش محتلة لأن الاحتلال له من الناحية القانونية مدلول آخر، إنها متواجدة على أرض سيناء تمشي تشوفها، مش حاجة مختفية. أي واحد من حضراتكم حاسس إن هو أبو علي وعنتر بن شداد وعنده كرامة وراجل محترم يمشي على أرض سيناء علشان يشوف العساكر من كل جنس ولون وهم موجودين على أرضه، ولو أجمع 85 مليون مصري إنهم يمشوا العساكر دول ما يقدروش. أرضك لا تستطيع، ليه؟ بتراقبك إنك ما تتحركش من هناك. ونتيجة لهذا سيناء مطلوب ما دام ما فيهاش جيش، وممنوع معدات عسكرية، وممنوع بناء مطارات حربية، وممنوع ممنوع 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 ممنوع، فكذلك ممنوع يبنى فيها تجمعات عمرانية. ليه؟ علشان لما تيجي سيادتك تمشي في سيناء، لما تيجي إسرائيل تحب تدخل، لما تخش دبابة في وسط مباني وناس هتعمل ايه في وسط المباني والناس؟ زي ما اتضربوا في السويس واتضربوا في بورسعيد واتضربوا في الإسماعيلية وغيره، اللي بينطلوا من فوق المبنى وفي الآخر بيخرج، وتعمل لي عيد بورسعيد بقى عيد النصر وعيد سيناء بقى عيد النصر، لأنه الجيش النظامي لا ينتصر أبدا على المقاومة الشعبية. فبالتالي مشترطين إن أنت عامل المباني الفواعلي اللي بيشيل طوب وزلط وأسمنت، إسرائيل محتلاه ما يقدرش يبني هناك. ممنوع تبني في أرضك. تقول لي طب بس بقى يا أحسن ده أنا اتغميت. ها؟ اتغميت صح؟ بس لسه شوية كمان عندك. لأن أصلي أنا جاي النهاردة ناوي. ناوي إيه؟ ناوي إنه ما تعيشليش الشباب مستنيين مباراة الزمالك وتونس والأهلي والمغرب ومش عارف مين. ما تعيشليش الشباب كده وتقول لي إن أنا رجل محترم. أنا أريد شباباً يعرف قضيته. عشان كده انا بقول لكم ان قول الله عز وجل ويستخلفكم فينظر، مش انا قلت الايه دي ولا ما قلتهاش؟ قلتها يجي خمس مرات. ويستخلفكم فينظر كيف تعملون، ما يبقاش ربنا بينظر كيف تعملون وانا رايح بطلع من على الموبايل نمره فلانه علشان اكلمها باي حجه من الحجج عشان الامور تمشي. لازم ابتدي ادرك من انا وكيف أوجه أمة كاملة. والزق والأكثر من كده، إحنا ما كانتش المشكلة عندنا يا إخواني أبداً إن كان عندنا واحد حرامي ولا واحد يعني واحد رئيس جمهورية مثلاً كان بيسرق شلناه خلاص هنتوقف السرقات. واحد كان بيسجن شلناه، لا ما توزعش حاجة دلوقتي معلش يا أخي الكريم. ما توزعش بس إيه يعني السكينة وبعدين في الآخر نشوف. إن شاء الله أول مرة المفروض طلبة الجامعة ما يتوزعش عليهم ورق كمان، جايين من غير ورق؟ وزي معهمش ورق دول طلبة. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ في يا ماما معاكوا قلم؟ ما شاء الله كشكول بحاله. هنخليهم يوزعوا ورق وكل حاجة بقى.
تحس نصبر صبرا قليلا عشان سكينه اللقاء وبعد كده انتهى. فيا اخواني اولا كده نسيت انا كنت اقول ايه، كنت اقول ايه بقى؟ طب نحاول نجيبها تاني. على كل حال اذا لا يستطيع احد ان يستبعد ابدا ان في سيطره هي عادي الجبهه الشرقيه. تعال بقى على الجبهه، انزل تحت شويه الجبهه، انتوا عارفين خريطه كل البحر الاحمر، تفاجئ بالاتي ان البحر الاحمر المفروض ان القانون البحار بيقول ان انا كمصر او اي بلد في العالم لها 12 ميل بحري، دي اسمها مياه اقليميه، مياه انا اتحكم فيها زي ما تكون ارضي بالظبط. اي بلد تطل على بحر لها 12 ميل بحري، دول بتوعها ممنوع حد يدخل فيها لان دي مياه اقليميه الا باذنها. طب انا البحر الاحمر ده بيني وبين مين؟ بيني وبين السنغال. يا نهار ابيض ايه يا اخوانا، بيني وبين السعوديه. انا عندي اذا 12 ميل بحري والسعوديه لها 12 ميل بحري، فلو البحر الاحمر وصل الى 24 ميل بحري يبقى ده بحر داخلي اقليمي. طب البحر الاحمر مش 24، ده اقل من كده. ها؟ اقل من كده 22، وفي اماكن يبقى 19، اقل من 24 ميل بحر. يبقى اذا البحر الاحمر ده كله مياه اللي يتحكم فيها مصر والسعوديه. فاذا بهم بمقتضى مليون حاجه ثم بمقتضى معاهده السلام يتحول، وانت ماضي على كده. كل واحد والاخت دي ماضيه، كل دول ماضيين على كده، كلكم ماضيين، انتوا ما حسيتوش بس انتوا نايمين. والدي ماضي على كده، وعمي وخالي ووالدتي وستي الله يرحمها والناس الطيبه كله ماضي على الكلام ده، لانه الرئيس مضى عليه ومجلس البرلمان صدق عليه واصبح عارا على كل واحد. واحنا ماشيين كده نشعر اننا في عزه، فيجي يجي البحر الاحمر، ان البحر الاحمر لا يجوز منع السير فيه لهذه السفن، اي سفينه عايزه تعدي، ولذلك اسرائيل بتعدي فيه. وكان هذا يحدث ايضا قبل 67، وتمشي اسرائيل في هذا الممر الملاحي زي ما هي عايزه وبما تريد. ليه؟ علشان البحر ده اللي هو فاضي من المباني، مش انتوا عارفين انه فاضي من المباني؟ ما عندوش، هي قرى بسيطه جدا انما فاضي المباني كله مفتوح. تعالى بقى، انتوا طبعا هنا في كفر الشيخ وعارفين الساحل الشمالي، واللي عايز يروح يصيف يا هناه لما يروح مراقيا ومارينا ومارافيلا وقرى الساحل الشمالي الهايله والحته الجميله دي. فإذا بك تفاجئ بأن القصر في الساحل الشمالي يتبني ب 10 مليون و 15 مليون و 25 مليون و 30 مليون، يعني مليارات ضخمة اترمت في الحتة دي، اترمت رمي وبقت شيء عظيم. وإذا بالمفاجأة، أنا نفسي أقول الحمد لله إنهم عمروا الساحل الشمالي وبقت حدود مصر متعمرة وبقى فيها خلاص عمار. إذا بيها لمدة 9 شهور في السنة فاضية ما فيهاش سكان خالص، صح ولا لا؟ وده السبب إنهم خلوا الساحل الشمالي مش مصايف زي راس البر وبلطيم واسكندرية، مصيف فيه بشر وسكن وعمل وتجارة وفيه مصايف، لا هو عايز مصيف يقعد 9 شهور فاضي من البشر تماما علشان تتجمد فيه الاموال ولا يكون عائقا امام الهجوم، لان الاسطول الامريكي مرابط قدام السواحل مباشره، الاسطول الخامس مرابط بين قصاد السواحل مباشره، لو حب يدخل في اول وقت يقدر يدخل. يا دي المصيبه، فاضل ايه؟ فيمكن واحد منكم يكون يقظ، وهذا شيء نادر جدا. صدقوني هذا شيء نادر جدا.
لو سمحتوا زعلوا، اوعوا تكونوا مش زعلانين. انا عايز اوجع، انا عايز الشاب يعرف والفتاه ايضا يعرف انه مسؤول عن امه، لازم يفهم الدنيا ماشيه ازاي، يبقى واعي يقظ على الاقل. فيجي واحد واعي يقول لي طيب بس على فكره لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا قرى 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 احتلوا المكان لغايه ما توصل المنطقه الغربيه. في منطقة كده الحمد لله يا مولانا بفضل الله محصنة لوحدها، الله أكبر، حتة محصنة. إيه الحتة دي؟ المكان ها؟ الإيه؟ المنطقة القريبة من ليبيا فعلا ليه محصنة شوية؟ قال لك لأن فيها ألغام. برافو عليك، فيها حقول ألغام، اللي هيمشي هتتفجر في حقول ألغام. الله أكبر، يا غلابة يا نحن يا إحنا يا مساكين. عشان كده بقول لك إنه رجل الدولة، رجل دولة الذي يفهم الصورة غير الشخص اللي معتبر إنه الله أكبر أسقطنا حسني مبارك يوم 11 فبراير خلصنا، أو أسقطنا مش عارف أحمد عز وحبيبي العدلي وخلصنا، ده حبسنا فاكر جنون وصلت شريف. لا ده كانت مسألة تهول. الرجل الذي يفهم أمته ماذا تحتاج وماذا يجب عليها أن تفعل هو ده اللي ينفع يندرج تحت العنوان اللي قاله أخونا اللي هو الشباب بعد 25 يناير. حقول الألغام فعلا، إيه قصة حقول الألغام؟ إن كان في زمان حاجة اسمها الحرب العالمية الثانية، وإنه كانت إنجلترا فيها بتتحارب مع ألمانيا، فإنجلترا كانت محتلة مصر، فألمانيا لفت كده وجات لنا من البحر المتوسط من الغرب، قطعت المغرب والجزائر وتونس وليبيا ودخلت على غرب مصر الساحل الشمالي. فهنا حصلت المواجهة إن الجيش البريطاني هيحارب الجيش الألماني على أرض مصر، ودي الحرب العالمية الثانية. فالألمان علشان الإنجليز ما يقتحموهمش راحوا ملغمين الأرض عاملين حقول ألغام، والإنجليز برضو زي بعضه عشان الألمان ما يقتحموهمش راحوا عاملين الأرض حقول إيه؟ ألغام. فاللي يمشي إن شاء الله تكون معزة، إن شاء الله يكون خروف دلوقتي لغاية دلوقتي، مش ده هزار بجد. ممكن راعي غنم يبقى بيرعى الغنم فتنده معزة أو عنزة أو خروف أو شيء فينفجر اللغم. فيجي واحد يقول الحمد لله رب ضارة نافعة، إحنا كنا زعلانين أوي من الألغام دي، لكن دلوقتي خلاص الحتة دي متلغمة مش هيقدروا يدخلوا فيها. لا يا غلبان، ده انت الوحيد اللي ما تعرفش، انما خرائط حقول الالغام دي هم اللي عملوها وموجوده عندهم. لان هو بيجي بيعمل ايه؟ بيروح ملاكم مثلا ناحيه اليمين والناحيه الشمال، ويسيب مثلا هنا بعرض 5 كيلو او 7 كيلو ممر لتمر ليمر منه جيشه. ما حدش عارف الخريطه دي غير هو، الخرائط دي موجوده عندهم هم، ما خلصت الحرب العالميه الثانيه ما حرق ما ولعوش فيها. عندهم حقول ألغام بلدنا يقدروا يمشوا على أرضنا بمزاجهم، وإحنا ما نقدرش نمشي على أرضنا لأن إحنا ما نعرفش حقول ألغام. سمعتوا عبر تاريخ عبد الناصر والسادات وحسني مبارك حد عمل وحبر عمرو موسى اللي عايزين يرجعوه يعملوه رئيس جمهورية بعد هذا العار الذي كرسه من ضمن من كرسوه على مصر من وزراء الخارجية؟ سمعتوا حد نطق 60 سنة في قضية يتحرك في المحافل الدولية سلمونا صورة من خرائط الألغام اللي موجودة عندكم في المكتب عشان نعرف أرضنا شكلها إزاي؟ كل اللي قالوه إزاي نزيل الألغام، وقعدوا يقدموا مشروعات ويعملوا حاجات ويقولوا لهم الخرائط ناقصة، الخرائط مش كاملة، أصل في خرائط حرقت، أصل مش عارف إيه، طب هاتوا اللي موجود. ما حدش لا يتكلم في هذا الا الصحافه، تسلي الزبون شويه كده شهرين ثلاثه كحمله اعلاميه وترجع الدنيا تنام، ويجيبوا شويه اساتذه يتكلموا فيها وترجع الدنيا تنام، شويه خبراء استراتيجيين وترجع تنام. واحنا الحمد لله بنتفرج على المطربه فلانه والمطرب فلان، وبنروح مباريات كره القدم، وبندور على لبس متناسق مع بعضه، وبنشتري سجاير نشربها، وبنلعب طاوله على القهوه، وبنقف على النواصي. هو شباب، ادي الشباب.
اليوم إذا ما قيل إن شباب هذا البلد أصبحت له عزيمة وخلع الظالم وألقاه وأخذ زمامه بيده، علينا أن نعرف إذن ماذا علينا أن نبدأ في أن نفعل. إنما الغفلة اللي موجودة عندنا لدرجة إن أنا أنجح يوم 11 فبراير إن أنا أشيل الظالم وأخلع الرئيس السابق وأقعد من 11 فبراير لغاية دلوقتي غافل مرة أخرى، مسلم التلفزيون لنفس الخطة الإعلامية بتاعت بث الفتن وتلويث الناس والتفريق بين المنظمات الشبابية والثورية والإسلامية والفوقية والتحتية وكل حاجة. أنا مش حاسس، إحنا ما بنحسش، مش هينفع. ثورة معناها وعي وإدراك، معناها إدراك. اوعوا تكونوا فرحانين انه بعد ان قامت الظروف التي حدثت، اللي هو الاغنية اللي طلعت بعد الثورة ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك فوق دي اتقالت قبل كده في الثورة اللي فاتت واللي قبلها على فكرة واللي قبل قبلها نفس الكلمة، قال له ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد. كان مضى عهد الاستعباد، قعدنا 60 سنة بعدها مفيش طالب يقدر يطلع مجلة حائط إلا لو المخبر وافق، مفيش طالب. احنا شفنا في وقت اللي غصب عنهم أفلتت الأمور في منتصف السبعينات كده، علشان كان في ناس يساريين وشيوعيين وفي ناس إسلاميين وفي ناس مش عارف إيه، فحبوا إنهم يضربوا الناس دي ببعضها فد حرية علشان الناس تضرب بعض. شفنا عهد يا رب تشوفوا زيه أحسن منه كمان بإذن الله، عهد من الحرية كان في اليوم. أنا لا أنسى كنت أظل في الجامعة، والحمد لله أنا كنت بضيع وقتي ساعتها، والله أنا كنت طالب متفوق تفوق شديد، فكان عندي اللحظة لها ثمن، لكن كنت أقرأ في مجلات الحائط كلام معرفش أروح، أفضل قاعد عايز أقرأ كل اللي مكتوب، فأقعد لغاية الساعة 6 مساء وأنا محاضراتي 5 الساعة 2 الظهر ولا حاجة، أقعد أقرأ فيها. كنا نذهب فنجد في الجامعة في اليوم الواحد أكثر من 40-50 مجلة حائط جديدة غير أيام المعارض، كل واحد كل 2-3 عاملين مجلة ورايحين بيها على الكلية. حيوية ذهنية وفكرية لازم بتطلع ينابيع بتتفجر. احنا اليوم اذا ما قدرناش نطلع نفسنا، وهقول لكم حاجه علشان تساهم في الوجيعه اكتر واكتر، لانه من لا يستشعر بعد كل هذا مش هيبقى فيه فايده. في يوم من الايام وانا حكيت الحكايه دي قبل كده، في يوم من الايام وانا جاي راجع مصر، راجع من امريكا من مطار اسمه جون كينيدي، مطار مشهور في نيويورك، فراجع على مصر، فانا رايح على الصاله اللي فيها الطياره اللي بتقلع من نيويورك للطياره في مطار جون كينيدي، قالوا لي صاله 5، رحت صاله 5، فانا رايح عشان اركب الطياره قبل صاله 5 في صاله 4، فانا ماشي يعني طبيعي بتلفت كده، فشفت منظر لا يمكن انساه ابدا. مصر جنبها على طول فلسطين، ففلسطين اللي هي المحتله اسرائيل، فلقيت صاله 5 طياره الطياره وصاله 4 الطياره المتجهه الى اسرائيل الى تل ابيب، وانا ببص كده فوجئت بالمنظر الاتي يا شباب الجامعه، فوجئت بعشرات من العيال الصغيره اللي سن الواحد منهم لا يمكن يزيد عن 14 سنه 15 سنه 16 سنه لو كبير قوي قوي،
يعني يطلع هنا لما يبقى في مصر الثانية إعدادي تالتة إعدادي يشتغل إيه؟ 14 15 سنة ده أظن ثانية إعدادي تالتة إعدادي أولى ثانوي ثانية ثانوي يعني المرحلة دي. وكلهم كلهم لابسين طبعا اللبس اليهودي ده اللي هو البرنيطة السوداء الكاب اللي عارفين البرنيطة السوداء دي، عشان اللي بيتريقوا تريقوا على المسلمين اللي شكلهم بدقن وبنقاب وبحجاب. احنا ده انا شفت السيخ الذين تقوم ديانتهم على وسامحوني في هذا اللفظ لكن انا مش عارف اعبر غير بيه، ديانتهم في اصول نصوصها تقوم على القذاره. يعني ده شيء من معالم الدين، لازم كذا عشان كذا كده. السيخ يمشي في ارض اوروبا وكندا وامريكا وهولندا يمشي بزي عمامه السيخ التي لا يخلعها، ويمشي بزيه مفتخرا به، واحنا الوحيدين اللي حاسين ان احنا مرعوشين حاسين بان احنا مهزوزين. مش قلت لكم شخصيه اذا لم تفهم وتوقن وتعتقد وتشعر ان دماء من اليقين والعزه تجري في داخلها تشعر بانها مهزوزه، واي واحد صغير ممكن يسوقك في اي حته في الدنيا. وانا شفت من يسوق طفل صغير سنه 9 سنين مثلا في بلد زي السويد، الراجل مش قادر يخالفه لانه عارف ان الولد ده من العالم الاول وانا من العالم الثالث، فمش عايز افضح تخلفي، والولد بيتلاعب بيهم ومع الاسف الشديد يعني. فاعود واقول لقيت هؤلاء الشباب كلهم لابسين البراميط ولابسين البلاطي وعامل الضفاير زي اليهودي وقاعدين، والله يا اخوانا قاعدين كل 3 4 كده مع بعض بمنتهى الجديه كانك في مؤتمر علمي. 14 15 سنه ماسك كده مثلا واحد مثلا ماسك كتاب بيتكلم مع زميله، والتاني بيتكلم بجديه مع زميله سامع بدقه، واحد ماسك ورقه وقلم بيسجل بعض النقط اللي هو بيقولوها. قلت ايه ده؟ اولاد سنهم 15 سنه 16 سنه 14 سنه وبالعشرات وصلت المطار بالشكل ده. رحت طيرتي طفل، قلت اروح يعني ابلغ بس ان انا وصلت وبعدين ارجع، ورحت فعلا كان النظام هناك انك تعمل. خلصت ورجعت على الصاله 4 اشوف ايه الحكايه، وفضلت واقف لحد ما عرفت اصطاد واحد منهم. اصطاد واحد منهم طبعا بالفكر الثوري ممكن نصطاده ونقتله، انما بالفكر انت لازم تعرف الاول ايه اللي انت شايفه ده، ايه الهزيمه الحضاريه. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا لما رحت صاله طياره مصر برضه لقيت عدد كبير فعلا من برضه من الاولاد او الشباب اللي سنهم 14 15 سنه في المطار مع ابائهم وامهاتهم، بس لقيتهم بيلعبوا استغمايه وبيجروا ورا بعض وبيخطف من بعض السندوتش ويوقعوا على الارض والحاجه تنفرط، وشفت يعني حاجات جميله ودوشه كده. رجعت الصاله اصطدت واحد منهم، قلت له تعالى انتوا ايه؟ انا مش هقول لك تفاصيل يعني عملت ايه، انما المهم في الاخر ما هو اصطدته وخلاص. انتوا ايه؟ فاسمع الاجابه، اسمعوا يا شباب عشان انتوا محددين لي الشباب بعد 25 يناير يعملوا ايه؟ سمعت ما جعل كأن قلبي ينزل دم والله. قال لي احنا 75 طالب من طلبة المرحلة الثانوية أولى ثانوي أو ثالثة إعدادي في مدارس إسرائيل، وجايين هنا في رحلة مش رحلة ترفيهية، لنشرح لتلاميذ المدارس الثانوية في أمريكا القضية الإسرائيلية. قلت له هو عنده ولد 14 سنة، قلت له وأنت يا حبيبي، مش حبيبي ولا حاجة طبعاً، إنما يعني وأنت يا حبيبي تعرف تشرح القضية الإسرائيلية؟ جاي من إسرائيل لأمريكا، بعدي قارتين آسيا وإفريقيا والمحيط الأطلسي،
وواصل لأمريكا وتعرف تشرح القضية الإسرائيلية، قال لي كل واحد من اللي انت شايفهم دول مدرب على إلقاء ثلاث محاضرات منفصلة في أفكار منفصلة مش مكررة، المحاضرة لا تقل عن 20 إلى 25 دقيقة في ثلاث موضوعات مختلفة في شرح القضية الإسرائيلية وفي سماع الأسئلة والمناقشة عليها بعد ذلك. 14 سنة 15 سنة وعارف يشرح قضية بلده ويتسئل فيها ويتناقش فيها زي السيمينارات اللي سيمينار، شوف بقى تتجمع زي السيمينارات اللي بتعملها الجامعة وتدخلها ويقعدوا ناس يناقشوا يقطعوا زي مناقشة رسالة الدكتوراه، يقطعوا الشخص لحد ما يشوفوا أخطاء المنهجية وغير المنهجية في رسالته. تقدر كده؟ قال لي اه. قلت له ياه، وانتوا ايه بقى بيختاروكوا ازاي؟ يعني انتوا المتفوقين مثلا مسابقه ويطلع؟ قال لي لا 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 لا، متفوقين ايه؟ ده كل طلبه المدارس الثانويه في اسرائيل لا يستطيع انه يطلع من اولى لثانيه ثانوي الا اذا اجتاز هذا الامتحان، والا ما ينفعش، لازم يكون قادر على شرح قضيه بلده. كل طلبه اسرائيل، احنا عندنا الطلبة. طيب اشمعنى امريكا يا ابني اللي اخترتوها؟ قال لي لا مش امريكا، نحن نذهب الى كل اي بلد تقبل ان تستضيفنا نذهب اليها، ولو مصر موافقة يا ريت، احنا مستعدين ليها. انتوا مش محتاجين موافقة مصر، مصر ما يعني انتوا تيجوا يا بيه. أنا أسألكوا بقى، في كام واحد، بلاش أقول لكم في جامعة كفر الشيخ ولا في كفر الشيخ ولا في مصر كلها، ولا كام واحد بس في المدرج حتى ده قادر فيه على فكرة، بس قادر على شرح قضية الإسلام مثلا؟ كام واحد قادر على ده؟ احنا النهاردة بيخوفونا من الشريعة الإسلامية، عايزيننا ما نقولش إن مصر بلد إسلامية ومصر بلد إسلامية، يعيش فيها مسلمون وغير المسلمين على حد سواء، لا أقبل اختلافا في الحقوق والواجبات، حقوقهم كحقوقنا تماما. فمصر بلد كبلد قوانينها إسلامية، لكن شعبها أنا ما جيبش 82% وخليها 82.5%، وغير المسلم ما يجيبش 82.5 ويخليها 82، دي حقوق. ولو اعتدي على حق لغير مسلم فقمت أدافع عنه وأدافع عن الاعتداء الواقع عليه فقتلت أنا في ديني شهيد. المسألة مقررة. فأنا بقول ما حدش عندنا قدر على شرح قضية دينه إلا نادرا. لذلك أيها الإخوة، وأنا اللي عايز أقول لكم للشباب دول، لو كان مضطر يسافر أمريكا يشرح قضية الصهيونية غصب عنه كانوا في المطار يقعدوا يلعبوا، إنما هم نفسهم ماسكين كتب بيقروها وملاحظات بيشتغلوا بيتناقشوا. فنحن يا شباب بحاجة أن ندرك ماذا علينا أن نفعل من أجل قضيتنا وقضية أمتنا وقضية أن نستطيع أن نفعل شيئا. لذلك ما دمت قد دخلت في قضية الدين أيضا، فدين الله عز وجل ليس دين عنترية، مش دين حماسة. يعني أسهل شيء أن أنا أنادي بالإسلام بالعقائد وبالمبادئ وبالصوت العالي، ده شيء أسهل حاجة. أقول كده، قولوا ورايا، ما تقولوش ولا حاجة، أنا بقول لك يعني، قولوا ورايا إسلامية إسلامية، كل الناس يقولوا إسلامية إسلامية، واعملوا كده، أنا ما عنديش فكرة، أنا مش بمنعكم من هذا، بس أنا بقول ده أسهل شيء. إنما لو أنا قاعد كده، قام لي واحد في جنب في طرف المدرج بعد ما قلت كلام عظيم وراح سألني سؤال صغير جدا، فأنا ما عرفتش أجاوبه، لا تغنيني الحماسه ولا العنتريه ولا العقائد ولا المبادئ ان المدرج كله انا هفقده،
يقول لك ده مش ده بيقولوا كلام مش منطقي، صح ولا لا؟ انما شرح الاسلام بالعلم وبالثقافه، ولذلك انا بقول لكم اعملوا لدينكم ثقافه كما تعملون له عقيده ومبدأ. يعني ايه الكلام ده؟ ده نقطه مهمه جدا. في واحد في سنكم بالظبط، في واحد في سنكم تماما، طلبة الجامعة بيبقوا من سن 18 لسن 22، ده الغالبية الغالبة. في واحد في سنكم بالظبط اللي هو جعفر بن أبي طالب، لما راح ناقش النجاشي، احنا أصل احنا بنحكي حواديت، فبتحكي الحدوتة بتتبسط منها وخلاص، إنما لما راح ليناقش النجاشي راح علشان يناقشه، ما ناقشوش مرة واحدة، ده ناقشوا على مرتين، يومين، ناقشوا أول يوم وناقشوا تاني يوم، صح ولا لأ؟ اسمعوا بقى المفاجأة، المناقشة في أول في مع النجاشي في أول يوم كانت مناقشة سياسية عن حق اللجوء السياسي، المناقشة في تاني يوم كانت مناقشة عقائدية في الدين، كلام في أول يوم في السياسة وكلام في تاني يوم في الدين. وإذا بالشاب جعفر بن أبي طالب ينجح سياسياً وينجح دينياً، ينجح في الطرح الواقعي السياسي لدرجة أنه يكسب نقاش على مستوى ثقافي عالي جداً قدام ملك من ملوك الأرض اللي هو النجاشي، وفي مواجهة داهية من الدهاء اللي هو عمرو بن العاص، داهية من الدهاء يخلي الناس تلف كده، ومع ذلك يكسب سياسيا وتاني يوم يكسب دينيا. ادي الشاب، الشاب اللي يبقى قاعد كده وقعدته لوحدها انه استاذ في السياسة وفي الواقع واستاذ ايضا في الدين والعقيدة، مش مخوفنا من الدين، مخوفنا من العقيدة، لدرجة ان هو يقول لكم انه مثلا الاسلام مش هينفع يطبق علشان في حقوق غير المسلمين. مين قال كده؟ مين قال هذا الكلام؟ مين قال ده حقوق غير المسلمين هي التي تطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه؟ انتوا عندكم واقعه ما حصلتش من 10 سنين، لسه حاصله من يومين ثلاثه، لسه حاصله من 6 اشهر في سبتمبر. وانا بحكي هذه الواقعه دائما لانها لسه جديده. كانت المحكمة في مصر طلقت واحدة ست مسيحية، أصدرت حكم يعني بطلاق واحدة ست مسيحية من جوزها المسيحي. فغضب النصارى غضبا شديدا، وغضب الأنبا شتودة، وغضبت أنا وغضبتم جميعا، لأنه إزاي تفرض على ناس شيء ليس في دينهم؟ وجابوا استضافوا الأنبا شنودة واحنا بقى كلنا مزنوقين، هما اتزنقوا بقى في حاجة ضد دينهم وأدى ضد الدين بتاعنا ولا يمكن نسمح بيها. استضافته عزة مصطفى اللي هي كانت رئيسة القناة الأولى في التلفزيون المصري، استضافته في حوار في التلفزيون المصري الحكومي. وإذا بالأنبا شنودة يقول كلمة رائعة، عشان تعرفوا ان مين اللي يطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه، قال يا جماعه ده مش ديننا انكم تطلقوا وتعملوا لنا، مفيش عندنا طلاق في شريعتنا، لا تطبقوا علينا القانون الوضعي، طبقوا علينا الشريعه الاسلاميه فانها تقول دعهم وما يدينون. ادي احنا كنا فين ساعتها؟ لا كنا محولين على القناه الثانيه عشان كان فيها فيلم. ما سمعناش الكلام ده ومش مستعدين نسمعه. طب مش مهم تسمعوا الفيلم فعلا كان حلو وجميل وتتفرج عليه، ما قريتوش في الجرايد تاني يوم؟ لا انا بجيب اخبار النجوم واخبار الرياضه واخبار الجريمه بس. طب الجرايد اللي بتقول انا ما اعرفش، انا ليس لي وعي. قضيه بلدنا مكتوبه مرطرطه في الجرايد في العالم كله، جرايد فرنسا وامريكا، احنا الوحيدين اللي ما بتتكتبش عنها. عشان كده يا اخواني العنوان اللي انتوا اخترتوه اللي هو الشباب بعد 25 يناير، وانا لا اريد ان اطيل اكثر من هذا لاني حريص على الاسئله كل الحرص، وحريص اذا كان في مناقشات او ما الى ذلك، لانه
إذا كان ما اتفقنا عليه في أول لحظة من أنه ليس محاضرة أو ليس مؤتمر وإنما هو المناقشة واتخاذ القرار، لكن اسمحوا لي أقول لكم ختاما لهذا الكلام شيء في منتهى الأهمية. إحنا مش هنقدر أبدا نفهم الدين ونفهم قضيتنا الداخلية وإيه اللي مطلوب على الشباب بعد 25 يناير إلا إذا فهمنا الدين مش بطريقة الشيخ اللي بيقف على المنبر وأنا واحد من دول يخطب ويقول كلام محرف العاطفة خلاص، وإنما تعالوا نفهم الدين كالآتي كالتالي بنقاط محددة، أو بلاش بنقاط، خليها حتى بوقائع محددة عشان تعرفوا الفرق بين الدين الأوهام. أنا الظاهر لما جبت سلسلة الأسئلة الدنيا إيه؟ نعم لا أنا قصدي بس عشان ال طب وزع الورق لو حبيت حقا لأنه أنا منعت من التوزيع. فتعالوا نفهم الدين كالآتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسعدني أن أقدم لكم نشرة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد، اشترى المسلمون بئر روما حتى لا تكون قطرة الماء التي يشربها المسلمون مملوكة لعدوهم، وأصبحت مصادر المياه في المدينة المنورة ملكا للمسلمين ولا يملك غيرهم منها شيئا. الخبر الثاني، أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة قدم الأنصار فيها رأس المال وقدم المهاجرون فيها العمل. قدم الأنصار فيها رأس المال متمثلا في النخل وفي الأرض الزراعية، وقدم المهاجرون العمل، وبهذا اتنغنغت المدينة الثروة القومية لأن المهاجرين تفرغوا للعمل والأنصار قدموا رأس المال وقسم الدخل بنسبة العمل إلى رأس المال بينهم. وجدير بالذكر أن هذه المعاهدة قد فرغت الأنصار تماما لتلقي العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم لم يقابلوه من قبل طول 13 سنة ولم يتلقوا العلم منه، فكان لابد أن يتفرغوا، بينما فرغت المهاجرين بنسبة كبيرة إلى العمل على أساس أنهم قضوا 13 سنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه من قبل، فاستقام الوضع الثقافي للبلاد كما استقام الوضع الاقتصادي أيضا. الخبر الثالث، أقامت حكومة النبي صلى الله عليه وسلم دارا للإيواء لإطعام الجائع ولكسوة العاري ولتقديم النفع لكل أو لتقديم المعونات مش المعونات بقى لتقديم الكفالة الكاملة لكل من يريد على الإطلاق، وأقامها في منطقة الصفة المتاخمة للمسجد النبوي. وجدير بالذكر أن أرض الصفة تقال اليوم على المنابر بوصفها عملا إنسانيا، إنما هي كانت مؤسسة اجتماعية يأتيها الدخل من الناس ويوزع على المحتاجين حتى تكفى حاجتهم، ثم ينطلقون منها، وبهذا لم يعد في المدينة متسول واحد. الخبر الرابع، قام النبي وهكذا، فاهمني؟ دي أخبار سياسية، دي نشرة أخبار إحنا بنستخدمها كمواعظ، إنما هي في الحقيقة ليست مواعظ، هي نشرة أخبار. الحكومة، حكومة الإسلام لما فتحت البلاد فوجئنا بالآتي. أنا بقول لكم الكلام ده برضو تحت سياق الوجيعة، إحنا واخدين الإسلام مش على إنه نظم، الشريعة الإسلامية إذا قمنا بمثل هذه الأخبار اللي ذكرتها، أنا ممكن أقعد أديكم نشرة أخبار بهذه الصورة
تتكلم عن النظم الاقتصاديه والنظم السياسيه والنظم الاجتماعيه. انتوا عارفين هما ليه مش عايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه؟ لانه عشان تعرفوا امريكا وفرنسا ومصر وغيره، النهارده لو في واحده ست طلقت من زوجها، بقت الست الضعيفه المسكينه المطلقه هي اللي مطلوب تروح للمحامي وتدفع نفقة المحامي ويرفع قضية علشان يحكم لها بالنفقة، وبعدين تاخد الحكم وتجري علشان تنفذه، وبعدين مطلقها يلاقي ان في حكم عليه يقوم يخاف من هذا الحكم، يقوم يضطر يهرب، يسيب مثلا كفر الشيخ ويروح مثلا نويبع ولا دهب ولا يروح الغردقة ولا أسوان، تقوم هي تجري وراه وتروح تجيب تحري عشان تشوف دخله اذا كان يقدر يصرف. كل ده على المسكينه الغلبانه الضعيفه انها تعمله. انما في الاسلام تاتي المراه الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقول لها في كلمتين اثنين، ان الكلام كله دوله هي اللي تتكفل به، فيقول لها نفقتك علينا واعتدي في بيت فلان. شريعه لا تجعل الكائن الضعيف هو اللي يبحث عن حق. لا سوزان مبارك بقى ولا مشيره خطاب ولا مش عارف مين بتوع قضايا المراه، كل ده لم يصل ولم يرقى الى دور الاسلام مطلقا يا اخواني. الاسلام يكفل. انتوا عارفين ايه الفرق بين المعاشات؟ انتوا عندكم هنا في مصر وفي امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا فرحانين قوي 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 بايه؟ بايه؟ بنظام الضمان الاجتماعي. واحمد فتحي سرور لما قامت الثوره وهذا الرجل من اكابر من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب ايضا، يقول ضروري سرعه اصدار قانون الضمان الاجتماعي. لسه فاكرين دلوقتي؟ والضمان الاجتماعي ده عارفين قائم على ايه؟ على انك تفضل تاخد فلوس من الناس تعمل معاشات وبعدين توزعها في صوره معاشات. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا انا مرتبي 1000 جنيه تديني 900 بس وتاخد 100 منهم تشيلهم عند الحكومه عشان المياج اللي انت بتاخدها تعمل معاش للمحتاج، فانت بتاخد مني وترجع لي، مش انت اللي بتصرف. في الاسلام مش كده. الاسلام المعاش لا يؤخذ لا يرد اليك لانه اخذ منك، وانما هو على الحكومه. والمعاش ومع ذلك اذا كنت سمعته، ويا ريت نحاول نفهم، تلاقي وزيره التامينات والمعاشات هي اللي فضحت وزير الماليه وفضحت الحكومه، قالت ده كانوا بياخدوا فلوس المعاشات تسرقها الدوله وتاخدها وما اعرفش تروح فين، علشان بدل ما وزاره التامينات تستثمرها ومن عائدها توسع المعاشات وتوسع على الناس الغلابه، كانوا بياخدوها هم يدخلوها في الاستثمارات. مين اللي قالت كده؟ ميرفت التلاوي اللي كانت وزيره الشؤون الاجتماعيه، اسمها ايه؟ سكينه؟ مين سكينه دي؟ لا ميرفت التلاوي واللي جت بعدها الاخرانيه اسمها ايه؟ عواطف ولا اسمها ايه؟ سكينه ايه يا عمي؟ مفيش سكينه. أي مكان عائشة عبد الهادي، عائشة عبد الهادي ضد القوى العامة. طيب خلاص كفاية، بس مش سكينة على كل حاجة. فعايز أقول لكم إنك لما تيجي تدرس الفرق بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي، تلاقي القانون الوضعي بياخد منك الفلوس وبعدين لما تطلع على المعاش يرجعها لك، وعبال ما تطلع على المعاش بيسرقها شويه علشان استثمارها ما يعودش عليك انت. اما الشريعه الاسلاميه فانها تطعم الجائع وتكسو العاري حتى لو كان غير مسلم. ايها الاخوه، ختاما لهذا اللقاء الكريم، ختاما لهذا اللقاء الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فهمنا
أن إدراك الإنسان لسياسات الدولة سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الاجتماعية والضمان الاجتماعي أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية حتى الدينية هو الذي يجعلنا نعرف ما الذي علينا أن نفعله، وأن نعرف أن أسهل شيء هو أن ندافع عن الإسلام بالعقائد والمبادئ والصوت العالي، ولكن الذي يحتاج إلى الجهد أن نضيف إليه أن ندافع عنه بالعلم والثقافة والفهم وبسط المعاني والمفاهيم، وأن أسهل شيء أن نخلع رئيسا عن طريق مظاهرات، ولكن الشيء الذي علينا أن نفعله أن ندير بلدنا لتكون طبقاً للنظام الإسلامي بلداً حراً ليس أسيراً لأحد. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات قد وصلت وقد بلغت، ولا شك أن عندي الكثير ربما في اللقاء الذي سيكون العصر لا نستطيع أن نستكمل فيه، لكني أكتفي بهذا القدر من أجل الأسئلة. بس أنا أرجو من حضرتك الأفضل علشان ما ناخدش وقت طويل في الأسئلة، إن أنا آخد الأسئلة فأجنب معظمها وأرد على قليل منها. وجزا أخونا الشيخ خير الجزاء على ما قال في كلمته، ويعني هو الأسئلة كثيرة جدا بس إحنا هنحاول نكملها. هو في أسئلة بتتعلق بأحكام دينية وممكن أي أخ أو أخت يسأل عنها أي شيخ، لكن إحنا هناخد الأسئلة اللي هي متعلقة بالندوة بتاعتنا. فهو معظم الأسئلة مبدئيا بتدور حول كذا سؤال. أول سؤال فيهم الخطوات التي يتبعها الشاب أو الشابة الأخ أو الأخت علشان يقوم بحمل وطني ويصنع حضارة وطني، وخاصة بعد تردي الأوضاع في مصر. ده أول سؤال. ثلاث خطوات محددة. الخطوة الأولى الطاقة الإيمانية. أي واحد هيعرف الصح بدون طاقة تحمل هذا الصح مش هيعرف يوصل لأي حاجة أبدا. الطاقة العبادية الإيمانية اليقين التوكل، يبقى وإلا أنت عندك واحد بيطلعوا له على علبة السجاير إن السجاير بيجيب لك سرطان وبيسبب لك عجز جنسي وبيخليك غير قادر على الناحية الزوجية وبيقتلك وبيعمل، وبعد ذلك بيدخنوا سجاير. العقل في الإنسان هو أضعف شيء، إنما الطاقة العاطفية الطاقة الروحية هي القوة للإنسان. فنمرة واحد الطاقة الروحية، نمرة اثنين، طب خليهم أربعة عشان أديك في نمرة اثنين اللي هو بيسموه التحميل الأخلاقي. يعني ايه التحميل الأخلاقي؟ يعني أنا بقيت عندي طاقة روحية ضخمة جدا لازم أسكنها، ولذلك أكتب يوم قصيدة التسكين الأخلاقي، لازم أترجمها أو أكتب الترجمة الأخلاقية. إن ما يبقاش عندك طاقة روحية وأنت شتام، أو طاقة روحية وأنت كذاب، أو طاقة روحية وأنت غير جاد، أو طاقة روحية وأنت غير حقيقي، أو طاقة روحية وعينك ما بتعرفش تغض كده، وإنسان لازم تسكين أخلاق. نمرة ثلاثة الإدراك والفهم والوعي. باختصار أن أفهم. أنا مش أحسن منك عشان أفهم أحسن منك خالص، وصدقوني والله يا أخوانا، أنا وأنا طالب في ثانوي الجامعة مش عارف بتاعي كنت بفهم احسن من دلوقتي كمان. يعني وقت 15 سنه، طبعا انا قاعد في كليه التربيه ما ينفعش الواحد يتخطى حدوده يعني، انما يقولون ان النمو العقلي يظل يتنامى لحد ما يصل الى سن 14 او 15 سنه. اذا وصل لهذا السن اكتمل لا يزيد بعد ذلك ابدا. من 15 سنه الصقل والتجربه والاستخدام هو اللي بيخلي العقل يتألم. ومعنى هذا ان ممكن واحد سنه 17 18 سنه بالثقافه والوعي والادراك والدرس والخبره يكون احسن من استاذ اساتذته. ولذلك انا بقول للناس كون ان انا استاذ وانت تلميذ ده توظيف وظائف. انا شغلتي اجي اخد مرتب عشان احضر محاضره واجي اقولها لك، انما انت لو كنت صاحب همه ممكن تبقى اشطر مني.
بس ما حدش صاحب همة وما بيدرسوش كويس فكده، إنما سهل. سهل مش يعني كده، لا، سهل بالهمة. فالإدراك والوعي إنك تفهم، ما يضحكش عليك. زي ما دلوقتي المجلس العسكري بيضحك على الناس، إحنا كلنا مضحوك علينا. إحنا كلنا الوقت بيتلعب بينا. وفي سؤال خاص للنقطة دي؟ لا، ما خلصتش لسه ما خلصتش. فالإدراك، الوعي، إني أفهم جيدا، إني أدرك. ليه بقى؟ رحت في مرة أحد البلاد، لقيت واحد، أو بلاش القصة إنها طويلة شوية، ناس مسلمين استلمهم واحد حولهم لكفر، وهم فاهمين إن هم في الطريق هو واحد، هم مش فاهمين. لكن هو لهم بيحبوا الاسلام، مثلا انهم اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مثلا، مش ده الاسلام؟ اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فضل يضحك عليهم، ويعني رجع قعد معاهم 6 أشهر، لقوهم بيحبوا الاسلام جدا ومش فاهمينه. بعد شويه راح مطلع لهم كده، ده قال لهم لا اله الا الله وهذا هو الله، واشهدوا ان محمد رسول الله، والمفاجاه انا محمد. وفعلا بقت هذه الطائفة معروفة بتعبد الإزازة دي، ومعتبرة إن محمد اللي كان معاهم ده هو محمد رسول الله. ودي طائفة معروفة. طائفة معروفة يعني، وموجودة حتى الآن. فلا، مش لازم تعرفوها بقى، أحسن تروح. خلاص؟ فالفهم والإدراك شيء في منتهى الأهمية. أما الشيء الرابع والأخير، أنا ما أقولكش العمل في الإسلام، وإنما أقولك تحديد عمل محدد للإسلام، مش العمل للإسلام، اختار عمل محدد، محدد بحيث إن أنت تجيب نتيجة، تجيب نتيجة. لو أي واحد حاز هذه الأمور الأربعة، طاقة روحية توجهه إلى الحق، والتزام أخلاقي يجعله إنسانا مؤهلا للإمامة، وفهم جيدا وعمل عملا محددا، يتحول 1000 طالب إلى 1000 ماكينة، 1000 موتور يدفع للأمام. لو حاجة من الأربعة دول سقطت، لو واحد بس مجرد ميل إسلامي، أو بعض المفاهيم الإسلامية مش إدراك كامل، أو أخلاق ضعيفة أو منهارة، أو عمل غير محدد، هنفضل كلنا زي كده انصاص انصاص انصاص، مفيش ولا واحد كده حاجة حجة، كله أنصاف، مجتمع من الأنصاف، ودي كارثة، وهذا هو ما علينا. اتفضل يا أخي. وفي سؤال تبدل كثيرا عن الإخوان السلفيين، أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق، راح أحضرك توضح النقطة. الأصل أنه ليس هناك، صدقوني، ليس هناك اختلاف أبدا. أنا طبعاً إذا كنت يعني عارف، من اللي عارف يعلم هذا، إن أنا على صلة وطيدة بالطرفين، صلة عضوية، يعني صلة جسد. في حقيقة الأمر مفيش فرق مطلقاً، حتى لو هم مش واخدين بالهم دول أو من دول فعلاً. إنما إحنا عندنا آفتين. آفة قلبية، إن أنا لما أقول لك الصح، قبل ما تقيم الصح بتبص تشوف مين اللي قال. لو طلع من الفريق ألف تقبله، لو من الفريق ب ترفضه. دي آفة قلبية، دي قلوب فسدانة مرضانة. ويوم يقوم الناس لرب العالمين لا يفلح إلا من أتى بقلب سليم. فأنت مطالب بقضيتك قدام ربك، مش في قضية تنظيمية، قضية القلوب. والقضية الثانية اللي بتعمل خلاف، انا بقول لكم ايه اللي بيعمل خلاف، قضيه قلبيه، وقضيه ثانيه قضيه قعود. الناس ما بتشتغلش، وطول ما احنا قاعدين عمد على المصاطب هنختلف. ليه؟ ما احنا قاعدين نتكلم، احنا عندنا وقت. ايه يا فلان كذا؟ لا يا اخويا كذا، لا يا عم، لو فلان قال كذا. انما واحنا بنتحرك، يقول تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما تخافش هتوصل. وهضرب لكم مثل، انا وانا قاعد في بيتي في مصر عايز اوصل جامعه كفر الشيخ،
فاقعد اتكلم مع واحد اقول له هنمشي ازاي لكفر الشيخ، يقول لي كذا، وبعدين يقول لي لا بس هناك في مطب في الحته دي هنخش، اقول له لا مطب ايه يا اخي، ما نلف من هنا ونقعد، اقول له انت مش عارف حاجه، طب بس بقى انا هكلم وائل في التليفون يقول لي العنوان كده. انما وانا ماشي ما وصلت كفر الشيخ وماشي، انا ماشي لقيت هنا الطريق مقفول وموجهينه لهنا، وصلت لقيت نفسي قدام الجامعه. والذين تحركوا فينا جاهدوا فينا هيوصلوا، انما القاعدين، القاعدين ما بيوصلوش، دول بيقعدوا يتخلوا. فاحنا عشان الناس قاعد على، والرسول عليه الصلاه والسلام قال رجل متكئ على اريكته، قاعد كده وقاعد يدردش، اللي بيدردش ده لازم يختلف. امال يعني ان الله اذا غضب على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل، فاذا تابوا الى ربهم رفع الله عنهم الجدل ورزقهم بالعمل، هو ده الواقع. فده اصل، انما هذا لا انما لما تيجي مثلا للاخوان تلاقيهم بيكاتبين في كتبهم ورسائلهم احنا دعوه سلفيه، وتروح للسلفيين يقول لك لابد من القيام بحق المجتمع، مساله صدقوني واحد بالظبط. بس هو في فرق بقى في ايه؟ تاريخيا يعني في 10 سنين 20 سنه 30 سنه في نمط السلوك اللي كل واحد كان بيباشره او بيمارسه مع الناس، فبقى الناس عارفين ان دول هم الاخوان ودول هم السلفيين بناء على نمط، ونمط السلوك ده ممكن يبقى فيه غلط هنا وغلط هنا، لازم الناس يصلحوا، لازم ده يصلح نفسه وده يصلح نفسه، لانه مش هنقدر نرمي دول بسلوك دول والعكس. تبقى كلمة أخيرة في مسألة الإخوان والسلفيين ده، لما أنا أقول الكلام ده حد هيقول لي لا بعد إذن حضرتك، هو الحقيقة في فارق، إن في ناس بيعملوا كذا وده غلط، بس لما تتكلم مع الناس دول تلاقيه مش متمسك بالغلط ده، تلاقيه يا إما مقصر. يعني افرض مثلا إن الإخوان ما بيهتموش، أو يقال عنهم إن هم ما بيهتموش بالعلم، لما تقعد معاه يقول لك والله لولا ان احنا بس شغالين ليل ونهار، انما احنا زي خالد بن الوليد اللي كان من جهاد لجهاد فما عندناش كذا. انما ما بيقولكش روح ارمي العلم في اسكت علم ايه؟ ولما تروح للسلفيين تقول له مثلا انتوا ما عندكوش مش عارف مامورونا في ايه؟ يقول لك والله يا اخي انا ما لا اقصد هذا، احنا بس بنحاول ان احنا نبين ايه الظلم وايه الفسوق وايه، يعني ما فيش حد متخذ خطأه قاعدة. لو صلحت القلوب وتحركنا للعمل اللي هما الآفتين اللي قلت لكم، الدنيا تبقى جميلة جدا. واعلموا أنكم يوم القيامة متعبدون بسلامة القلوب بس إنما إن شاء الله فيش فرق. وعلى فكرة البشرة إنهم دلوقتي مع بعض، أنا في حدود علمي وفي مثلا أكثر من 15 محافظة حتى الآن غير القاهرة، ما شاء الله من أحسن ما يكون بفضل الله إن شاء الله. بس أنتوا إيه؟ وبعدين أنتوا هيخشوا عليكم انتخابات، أوعوا تجيبوا رئيس جمهورية من النظام السابق تاني، شيء طبيعي. مش هينفع تجيب أنا بقول ده مناسبة إخوانه السلفيين، لأن عارف إن دي قضية النواب والمجلس الشعب، ما ينفعش تجيب عمرو موسى اللي في قضية البوسنة والهرسك كان المسلمين المسلمات بيعتدى عليهن جنسياً، وبنقول لوزير الخارجيه ساعتها اللي هو هذا الرجل نبوس الايادي انطق بكلمه، كانت الاعتداء الجنسي كانت الكلاب المدربه على المواقع الجنسيه للبشر بتؤدي، ووزاره الخارجيه كانت عمياء صماء بكماء. ما تقدرش تقول للي قفل ملف مياه النيل وخلى خطوره وصول مياه النيل الينا النهارده حدث هذا في السنه التاليه لتوليه وزاره الخارجيه. وما اقدرش اجيب انا البلدي اللي فتش بلدي لصالح امريكا، فتش العراق لصالح امريكا، يطلع النتيجه صح او غلط، لكن فين الدم الوطني؟ وما اقدرش اوعوا ولا تنتخبوا اي انسان حتى الذي ينتمي بوجدانه لعصر فيه قهر او بطش لا يمكن تامن. لا بد ان يكون هناك توجه الى الله. فالإخوان والسلفيين وغيرهم وغيرهم لازم نتعلم بقى سلامة المقاييس ووضوح الرؤى، ونسأل الله التوفيق.